أذهب الآن مباشرة إلى الشيخ مزمل عوض، فقير الداعية الإسلامي من السودان. أهلا وسهلا بك شيخ مزمل. بداية كنت أتحدث عن العشر عشري ذي الحجة، وما إن كان قد فاتنا العمل فيها، فماذا يمكن أن نعمل في هذا اليوم، يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الإخوة المسلمون جميعا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأيام العشر من أفضل، بل هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أكثر أهل العلم: والأيام المعلومات في هذه الآيات هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة. وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أو يقال رجلا، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فأفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل تكون في هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فمن وفق فيها فقد وفق إلى الخير كله، ومن حرم الأيام التي مضت من العشر الأوائل من ذي الحجة فليحرص على هذا اليوم الذي هو يوم عرفة. ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين. فلما جاء اليهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال لأمير المؤمنين رضي الله عنه، قال: آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت يوم جمعة، في والنبي صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة. فهذا اليوم من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى، فمن فاتته الأيام الأول من العشر الأوائل من ذي الحجة عليه أن يحرص أيما حرص وأشد الحرص على هذا اليوم، لأن هذا اليوم يوم عرفة هو اليوم الذي يعتق الله فيه الرقاب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفي يوم عرفة ينزل الله سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تشبيه أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل إلى السماء الدنيا، ثم يباهي بعباده الحجيج الملائكة ويقول للملائكة عليهم السلام: انظروا ما يفعل عبادي هؤلاء، لقد أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فعلى المسلم أن يحرص على العبادة في هذا اليوم عموما، من ذكر الله عز وجل بالتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار المشروعة الثابتة في الكتاب والسنة، وكذلك صيام هذا اليوم، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فضل صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. شيخ مزمل، ثم يحرص المسلم في هذا اليوم على الدعاء. نعم شيخ مزمل، أعتذر على مقاطعتك، لكن تحدثت أنت عن صيام هذا اليوم، وربما هناك من يشاهدنا الآن في ساعات الصباح الأولى ربما لم يكن قد تناول شيئا أو قد قطع صيامه، لكنه لم يبيت نيته من الليل، هل يجوز أن يكمل صيام يوم عرفة دون تبييت الليل نية من الليل؟ نعم، أفتى علماؤنا الأجلاء رحمهم الله جميعا كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم أن الصيام الواجب كصيام رمضان لا بد فيه أن يبيت النية من الليل. أما الصيام النافلة كصيام هذا اليوم، يوم عرفة أو عاشوراء أو الاثنين أو الخميس إلى غيرها من النوافل في الصيام، فإنه يجوز للمسلم إذا لم يبيت النية من الليل
أن ينوي من الصباح طالما أنه لم يأكل أو يشرب أو يتناول شيئا من المفطرات. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستيقظ من الصباح الباكر فيسأل نساءه: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا لا قال: اللهم إني صائم، أو قال: إني صائم. فكان ينوي من الصباح في صيام النافلة. نعم. طيب شيخ مزمل، يعني هناك الكثير من الأدعية وهناك الكثير مما يتداوله الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل القصيرة من أن هذا أفضل دعاء يوم عرفة، وهذا دعاء من جوامع الكلم، أو هذا دعاء من جوامع الدعاء. يعني ما هو أفضل الدعاء يوم عرفة؟ هل من صيغة معينة أو ورد أحاديث معينة في مثل هذه الأدعية؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فأفضل الدعاء وأقبله عند الله سبحانه وتعالى هو الدعاء الذي يكون في هذا اليوم الذي نحن فيه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين للحرص على الدعاء في هذا اليوم. قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فعلينا أن نكثر من هذا الذكر ومن هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في هذا اليوم. ثم باقي الأدعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة ندعو بها، وأفضل الدعاء أجمعه وما كان واردا في الكتاب والسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إلى غيرها من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة. وعلى المسلم أن يحرص على دعاء الله وحده، لأن بعض الناس المنتسبين للإسلام في العالم الإسلامي ربما بجهلهم يدعون غير الله عز وجل، أو يستغيثون بغيره من الأموات أو الأولياء أو الصالحين. فعلى المسلم أن يترك كل هذا لأنه من الشرك، ويتوب إلى الله عز وجل، وأن يحرص على الدعاء في هذا اليوم بالذات من خيري الدنيا والآخرة. الله تعالى أعلم. نعم. الشيخ مزمل، وأنت تتابع هذا الحج وقد تم حصره على حجاج الداخل نظرا لما فرضته الجائحة، يعني تنوع عدد الحجاج 60,000 من بين الجنسيات الموجودة في المملكة العربية السعودية، لكن من مكانك في السودان وحسب ما تتابعه وتشاهده، كيف يرى ويراقب عامة المسلمين ما يشاهدونه اليوم من حجاج بيت الله الحرام، وهم صفوة قلة قد اختارهم الله عز وجل قبل أن تختارهم الأنظمة أو بعض الإجراءات؟ يعني كيف يمكن أن نصف الحج والظروف التي تيسرت لهم هذا العام؟ أولا، على المسلمين جميعا في جميع البلدان أن يعلموا أن الحج مربوط بالاستطاعة. قال الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في صحيح مسلم، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالحج بالاستطاعة المالية والبدنية. والآن يمر العالم بأجمعه بجائحة ووباء خطير، وهي جائحة كورونا. فعلى المسلمين أن يعوا هذا الأمر جيدا وأن يدركوا خطورته. وقد تعطل الحج في التاريخ الإسلامي عدة مرات. أولا، تعطل في عام 1814 ميلادي، وسمي هذا العام بسنة الطاعون، سميت بسنة الطاعون، وتعطل فيها الحج لأنه انتشر الطاعون في هذه السنة وفي هذا العام. وأيضا في عام 1832 أيضا تعطل الحج لما جاء من بلاد الهند في ذلك الزمان من الكوليرا، وسميت بالكوليرا الآسيوية. هذا في العصر الحديث. أما في العصر القديم
تعطل الحج في سنة 317 للهجرة حينما دخل القرامطة الباطنيون الكعبة وخربوها وقتلوا 30,000 من الحجاج وشردوا 30,000 آخرين وسرقوا الحجر الأسود ومكث عندهم 22 عاما فتعطل الحج في تلك السنين أيضا. وكل هذا التعطيل للحج لم يكن متعمدا من المسلمين حكاما أو محكومين، إنما كان لعدم الاستطاعة بسبب تفشي هذه الأوبئة أو تلك الغارات من أعداء الله سبحانه وتعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القرامطة وغيرهم. فإذا حصل شيء فإنه يجب على أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية أن يتداركوا الخطر وأن يحافظوا على أرواح المسلمين، لأن روح المسلم هي أعظم عند الله من الكعبة نفسها، لما روى المنذري في الترغيب والترهيب وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وقال: مرحبا بك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ما أطيبك وأطيب ريحك. قال: والذي نفسي بيدي لحرمة المسلم أشد حرمة من حرمتك، أي من حرمة الكعبة. فتعطيل أو تضييق الحج على الحجاج بسبب وباء كورونا هذا أمر مطلوب شرعا، ويؤجر عليه حكام وأئمة المملكة العربية السعودية. وأنا أقول هذا الكلام لأن بعض الأحزاب من الإخوانجية والحزبيين وغيرهم استغلوا هذا الحدث في التضييق وتقليل أعداد الحجيج والزوار الآن للطعن في المملكة العربية السعودية. والله إن هذا أمر مشروع حفاظا على الأنفس وحفاظا على الأرواح وحفاظا على النفوس المؤمنة، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بالحفاظ على نفس الذمي وهو ذمي كافر. فقال رسوله صلى الله عليه وسلم: قال: من قتل ذميا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا كان هذا في الكافر الذمي فكيف بروح المسلم؟ أفلا نحافظ عليها؟ فهم مأجورون، حكام المملكة مأجورون بهذا الأمر. ثم المسلمون الذين لم يتوفقوا بسبب هذا الوباء للحضور للحج والوقوف بعرفة هناك في الموقف، عليهم أن يعلموا شيئا واحدا يطمئنهم جميعا، أن أجرهم عند الله مكتوب، وكأنهم قد حجوا وكأنهم قد وقفوا بعرفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن هنا انقسم المسلمون إلى قسمين أو ثلاثة، فمنهم من يرى أن ذلك أمر مشروع ومطلوب شرعا، ومنهم من يرى أن المملكة قد فرطت وأن المملكة قد لا تريد الحج وأن المملكة قد لا تريد الخير للمسلمين. أقول لهم إن المملكة العربية السعودية في العشرة أعوام الماضية استقبلت ما يزيد على 150 مليون حاج، 150 مليون حاج في 10 سنوات، أطعمتهم جميعا وسقتهم بفضل الله عليها جميعا، وساهمت في حفظهم بعض حفظ الله لهم جميعا. فهي هل لا تريد الحج ولا تريد الخير للمسلمين؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل علينا كمسلمين من خارج المملكة ومن غير أهل المملكة أن نشكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وأن ندعو لأهل المملكة حكاما وشعبا وعلماء بالتوفيق والسعة في الأرزاق والبركة في المال وفي كل شيء، لأنهم قدموا الخير والمعروف للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الشيخ مزمل، تحدثت عن المملكة العربية السعودية وحج السنوات الماضية، ويبدو وبالتأكيد أنك ممن أدوا شعيرة الحج في سنة من السنوات الماضية. أريدك أن تذكر لي ما رأيته وما شاهدته من ذكريات ومشاعر في رحلتك إلى الحج.
بفضل الله علينا حججت مرتين واعتمرت كثيرا، فما وجدت إلا الخدمة، كل الخدمة والكرم، كل الكرم والجود، كل الجود لحجاج بيت الله وعماره وزواره. وحتى أننا رأينا عجبا ليس من حكومة المملكة العربية السعودية حرسها الله فقط، وإنما حتى من الشعب السعودي وغير السعودي من الأجانب الذين يطرحون الأطعمة للحجاج بالمجان والأشربة وجميع أنواع المأكولات والعصائر والفواكه وكل شيء، وكل شيء بملايين ومليارات ربما الريالات بطيب نفس وتوزيع للحجاج، فشكرناهم على ذلك وما زلنا ندعو الله سبحانه وتعالى لهم بالتوفيق. ومما رأينا أيضا من تهيئة عظيمة جدا لبيت الله سبحانه وتعالى، نظافة وعمارة بكل أنواع العمارة الحسية والمعنوية، والأئمة الحافظين الضابطين أصحاب الأصوات الحسنة في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يعجب، حتى أننا ما رأينا شيئا واحدا لا يعجب. فعلى المسلمين أن يدعوا الله للمملكة بالتوفيق والسداد والحراسة والحفظ من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياهم وجميع المسلمين. طبعا هذه الدعوات مشكورة، ونرجو أن تجد بابها إلى السماء، وما قام به وما قامت به المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وحتى مقيمين على أرضها إنما هو أقل الواجب، وأنتم ضيوف الرحمن قبل أن تكونوا ضيوفا علينا. لكن دعني أعود معك شيخ مزمل إلى يوم عرفة وخطبة عرفة، يعني ما هي أبرز الرسائل والمعاني التي دائما تسمعها من خطباء عرفة في السنوات الماضية؟ أول رسالة أسمعها من خطباء عرفة وأهمها وأجل الرسائل هي الأمر بحق الله على العباد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمما رأينا من خطباء عرفة أنهم يركزون على هذا الحق العظيم، لأنه أعظم حق. ولو تمسك المسلمون بتوحيد الله وبإيمانهم وأصلحوا عقيدتهم في الله وتركوا الاعتقاد في غير الله كالاعتقاد في الأولياء والصالحين ودعائهم والاستغاثة بهم والتوكل على غير الله جل وعلا، لأصلح الله أحوال المسلمين أجمعين، كما حصل في المملكة. المملكة كانت تعيش في أعوام سابقة بعيدة تعيش ضنكا في العيش وشدة في المؤونة، ولكن لما وحدوا الله سبحانه وتعالى وأزالوا معالم الشرك بدعوة الإمامين العظيمين الجليلين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، وأزالوا معالم الشرك، وسع الله سبحانه وتعالى لهم من الأرزاق وأعطاهم الله عز وجل الأمن والأمان. حتى أنني قرأت البارحة في خبر أن المملكة العربية السعودية أحرزت المركز الأول عالميا من الناحية الأمنية في عدة جزئيات من النواحي الأمنية، والسبب في هذا يرجع إلى عقيدتهم وتوحيدهم وتمسكهم بالله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. فعلى المسلمين في باقي الأوطان والبلدان إذا أرادوا الأمن والأمان أن يوحدوا الله جل وعلا. هذا من أعظم الرسائل التي سمعناها من خطبهم. نعم، وبالحديث عن التوحيد وعن الآيات القرآنية التي تحف هذه الشعيرة، حين قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، جاءت هذه الآية في سورة النور. لكن إذا ما أردنا تطبيق هذه الآية على الحج، كيف يمكن للحج أن يبعث روح التوبة في نفوس الحجاج لكي تستمر أعواما عديدة وتستمر أسلوبا في حياتهم وفي علاقتهم مع ربهم، وليس فقط توبة لحظية في المناسك وفي المشاعر ثم بعد ذلك يعود المرء إلى سابق عهده؟ أولا على الحاج
أن يعلم أن الحج أعظم فرصة على الإطلاق للتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أبسط يدك لأبايعك على الإسلام. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فأمسك عمرو يده، فقال: يا عمرو، لماذا أمسكت بعدما بسطت؟ فقال: أريد أن أشترط يا رسول الله. قال: ما تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي، أن يتوب علي. قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله في رواية، وأن التوبة تهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي حديث طويل أختصر جزءا منه جميلا وماتعا، وهو حديث عبد الله بن عمرو، رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد منى. قال: فأتاه رجلان، أحدهما أنصاري والآخر ثقفي، فقالا: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما أخبرتماني بما تريدان أن تسألاني عنه. فقالا: بل أخبرنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جئتما تسألاني عن خروج الحاج من بيته وما له فيه، يعني من الأجر، وعن الركعتين بعد الطواف وما له فيه، أي الحاج، وعن الطواف بين الصفا والمروة، أي السعي، وما له فيه، وعن النحر وما له فيه، وعن طواف الإفاضة. فقالا: والذي بعثك بالحق، لعن هذا، جئنا نسألك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما خروجك بناقتك من بيتك تؤم البيت الحرام، فإن لك بكل خطوة تخطوها ناقتك حسنة، ويمحو الله لك بها سيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وأما طوافك، أي سعيك، بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة من ولد إسماعيل، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط على الأرض تكفير سيئة، وانظر إلى التوبة ومحو الذنوب. قال: فإن لك بكل شعرة تسقط على الأرض تكفير سيئة وحسنة عند الله سبحانه وتعالى. قال: أما طواف الإفاضة فإنه يقال للحاج: طف مغفورا لك. قال: وينزل ملك من السماء ويضع يده بين كتفي الحاج الطائف بالكعبة ويقول له: اعمل فيما تستقبل فإنه قد غفر لك ما مضى. وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. انظر أيها الحاج إلى أن الحج أعظم فرصة للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنت تتحدث شيخ مزمل، نشاهد على الشاشة بجوارك بعض المقاطع واللقطات، ولا تزال موجودة حتى الآن على جنبات شاشة قناة السعودية، لمظاهر هذا الحاج وللثياب وللملابس التي يكسوها البياض في جنبات هذه المشاعر، وللشوارع التي غطيت بالبياض إحرامات الحجاج. سؤالي الأهم، يعني كنا نتحدث عن مثل هذه المشاهد مع ضيف سابق، وكان يتحدث عن الرسائل الإيمانية، الرسائل الروحانية، وكذلك الرسائل السياسية والرسائل الاجتماعية للعرب والعالم والعالم الإسلامي، وكذلك أيضا العالم الخارجي الذي يشاهد مثل هذه المناسبة وموسم الحج. أنت شيخ مزمل، بشكل سريع إن سمحت لي، يعني كيف يمكن أن تقرأ مثل هذه المشاهد بعينك وبعين العالم الإسلامي، وكذلك أيضا بعين العالم الغربي والعالم الأجنبي ممن ليسوا معتادين على مثل هذه المناظر؟ الله أكبر. هذه المشاهد
تذكرنا أولا بيوم القيامة، أن الناس جميعا على هيئة واحدة، وكذلك أن الناس جميعا شعثا غبرا متواضعين لله سبحانه وتعالى، كبيرهم وصغيرهم، رئيسهم ووزيرهم وحقيرهم، جميعا في مصهر واحد. فهذا يذكر المؤمن بيوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثانيا، من الرسائل الاجتماعية والسياسية كذلك، فيها رسالة لجميع المسلمين بالتآلف والوحدة والاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا يدا واحدة فيما بينهم ويدا واحدة على أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي أحزابا وجماعات، لست منهم في شيء. فعلى المسلمين أن يأخذوا هذه الدروس والعبر من هذا الحج وقبله وبعده، أن يعتصموا ويتحدوا ويتركوا الخلافات التي فرقت ومزقت المسلمين وكانت سببا في استئساد أعداء الله سبحانه وتعالى وتنمرهم على المسلمين. وكذلك فيها رسالة ثالثة لغير المسلمين، بأن يتأملوا بأعينهم كيف هو التواضع بين المؤمنين، وكيف هو التراحم بين المسلمين، وكيف هو التوادد والتعاون بين المسلمين في هذا المظهر المهيب في يوم عظيم، يوم عرفة، وهم يقبلون على الله سبحانه وتعالى ذليلين، خاشعين، منقادين، باكين، ذاكرين، مكبرين، مهللين، حامدين، شاكرين لرب العالمين. شكرا جزيلا لك وجزاك الله خيرا شيخ مزمل عوض فقيري الداعية الإسلامي، انضميت معنا من السودان. شكرا على إثرائك الحديث معنا لهذه الليلة وعلى مشاعرك الطيبة والنبيلة لما نشاهده الآن في تغطيتنا المستمرة.